بسم الله، هنتعلم مع بعض القراءة من الصفر وإن شاء الله إلى الاحتراف. بليز تابعوا الفيديو للنهاية وكملوا معايا السلسلة للنهاية وإن شاء الله هتحسوا بالفرق. لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. يلا نبدأ. أولا هقرأ معاكم الفقرة اللي هنتعلمها مع بعض كاملة، ياريت تسمعوني كويس جدا. Richard is a businessman. He works from 9 o'clock to 5:30 every day. He always wears a suit and a tie for work. He usually has lunch at his office at 1 o'clock. He arrives home at about 7 in the evening and he reads to his children before they go to bed. He often feels very tired at the end of the day. ودلوقتي تعالوا نقرأ كل جملة ونترجمها باللغة العربية ونعرف إزاي هنقرأها وننطقها باللغة الإنجليزية. Richard is a businessman. Richard ده اسم شخص. Richard حرف الآي بنسمعه بصوت إيه. Richard Richard الـ R اتفقنا انها تنطق في اللغة الإنجليزية R. Richard is a businessman، يعني Richard رجل أعمال. Richard رجل أعمال. ملاحظين في اللغة العربية لا يوجد فعل ظاهر في الجملة، Richard رجل أعمال، أما في اللغة الإنجليزية يجب أن يكون هناك فعل. Is ده الفعل، هذا هو الفعل. الجملة في اللغة الإنجليزية تبدأ بفاعل subject، ثم فعل verb، يعني الفعل هو رقم 2 في الجملة، هو المكون الثاني في الجملة، ثم تكملة الجملة Richard is. Richard يكون إيه؟ He is a businessman. Businessman is a noun، قبلها أداة النكرة a، إذن هذا اسم مفرد a noun. إذن الجملة عندي مكونة من فعل واسم مفرد، وهنا تكون الجملة انتهت وفي النهاية we have full stop. في نهاية كل جملة في اللغة الإنجليزية يجب أن نضع a full stop، نقطة ونقف، يعني في النطق في القراءة يجب أن نقف هنا، ما ينفعش أكمل القراية. أول ما أرى نقطة a full stop يجب أن أتوقف، اسمها full stop. Full stop يعني وقفة كاملة. Richard is a businessman. خلاص يجب أن أتوقف هنا. تعالوا ننطق هذه الجملة بسرعة. بدل Richard is a businessman نقولها بشكل سريع Richard is a businessman. Richard is a businessman. Richard is a businessman. Richard رجل أعمال. ممكن بدل businessman نحذف businessman ونضع أي وظيفة مناسبة. Richard is a doctor. Richard is a teacher. Richard is a mechanic. Richard is a barber. وهكذا أي وظيفة بدل businessman. كويس جدا. طيب تاني جملة. He works from 9 to 5:30 every day. He works from 9 to 5:30 every day. يعني هو يعمل من الساعة التاسعة في تمام الساعة التاسعة إلى الخامسة والنصف كل يوم. مواعيد عمل ريتشارد إيه؟ ريتشارد يبدأ عمله في الساعة التاسعة في تمام الساعة التاسعة حتى الساعة الخامسة والنصف. From 9 to 5:30 every day كل يوم. هو ده روتين عمل ريتشارد اليومي، كل يوم شغله بيبدأ من 9 لـ5:30. طيب he works، طبعا في بداية الجملة يجب أن نبدأ بحرف كبير a capital letter. أول حرف في كل جملة لازم يكون capital. شايفين ضمير الفاعل he works from 9 to 5:30 every day. بدأنا الجملة بحرف كبير a capital letter. شايفين Richard
capital letter في بداية الجملة. ده بالإضافة طبعا إن كلمة Richard لو أتت في أي مكان داخل الجملة يجب أن تكون capitalized أو مكتوبة بحرف كبير لأنها اسم شخص، وأسماء الأشخاص يجب أن نكتبها تبدأ بحرف كبير. طيب نكمل الجملة الثانية. He works. 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 هو يعمل. OR تنطق he works. He works. From ال O ننطقها بشكل سريع. He works from 9 أو ممكن نقول 9 o'clock يعني 9 بالضبط، أو 9 a.m. 9 a.m. يعني 9 صباحا التوقيت. a.m. يعني صباحا. 9 a.m. يعني 9 صباحا. أما بعد الظهر أو مساء طبعا p.m. إذن 5:30 يقصد 5:30 p.m. طبعا من 9 الصبح ل 5:30 مساء. التسعة مكتوبة كبيرة والأصفار كبيرة والخمسة كبيرة والتلاتة والصفر حجمهم كبير، لأن في الكتابة باللغة الإنجليزية الأرقام بنكتبها في حجم حرف كبير، نكتب الأرقام في حجم الحروف الكبيرة، يعني الرقم هتلاقوا حجمه كبير مش هيكون صغير. طيب every day يعني كل يوم. every day كل يوم. وممكن أن نبدأ الجملة ب every day مظبوط. نحرك every day لبداية الجملة هنقول every day he works from 9 o'clock to 5:30. كل يوم هو يعمل من الساعة 9 وحتى 5:30 مساء. قولوا معايا he works from 9 to 5:30 every day. He always wears a suit and a tie for work. He always wears a suit and a tie for work. هنا بدأت الجملة بهي، والجملة اللي قبلها بدأتها بهي أيضا لأني هنا أنا أتحدث عن ريتشارد. بدل ما أكرر الاسم أكتر من مرة لا، أعوض عنه بضمير فاعل مناسب. ريتشارد رجل مفرد عاقل، إذن يجب أن نستخدم ضمير الفاعل أو the subject pronoun he للإشارة إليه. He always wears. الH capital لأنها في بداية الجملة، ونهينا الجملة اللي قبلها بفول ستوب. He always يعني دائما. قلنا ان احنا بنتكلم عن روتين يومي، يعني دي حاجة ريتشارد بيعملها باستمرار. علشان انطق الضمير هي مع كلمة always نركز مع بعض. هي تنتهي بحرف متحرك. Always تبدأ بحرف متحرك. نربط الحروف المتحركة مع بعض في النطق لتسهيل النطق ونقول He always يعني هنضيف Y خفيفة بين الكلمتين. He always wears a suit. الT في نهاية suit ما بتكونش ظاهرة قوي في اللهجة الأمريكية، في اللهجة البريطانية بتكون ظاهرة تماما a suit. أما في الأمريكان accent a suit. He wears a على طول. He wears a suit and a tie. And a tie يعني رابطة عنق كرافات. For work. For الأو هتكون خفيفة. اتفقنا كلمة for في وسط الجملة تنطق for. He always wears a suit and a tie for work. For work. شايفين for صوت قصير. أما work هنا الصوت أخذ معايا
فترة أكتر عند النطق. طيب معنى الجملة إيه؟ He always wears a suit and a tie for work. يعني هو دائما, هو always دائما wears يرتدي a suit بدلة and a tie ورابطة عنق كرافات for work من أجل العمل. هو دائما يرتدي بدلة ورابطة عنق من أجل العمل. ثم نضع full stop نقطة في نهاية الجملة ونتوقف. نلاحظ أن كلمة work اتكررت مرتين في الجزء ده. Here we have work وهنا we have works. ما الفرق؟ He works اتفقنا الجملة بتبدأ بإيه؟ بفاعل he. هنا هي the subject وبعد الفاعل الفعل. إذن works هنا verb. أما for work هنا كلمة work a noun. A noun أتى بعد preposition بعد حرف جر. For preposition حرف جر. Work noun اسم. Work هنا أضفنا ليها S لأنها أتت بعد الضمير he. اتفقنا إن القطعة كلها ولسه الجزء الجاي كمان كل ده إحنا بنتكلم عن الروتين اليومي لشخص يدعى ريتشارد. وعلشان كده بما إن الأفعال دي متكررة هي أفعال عادات أو أشياء دائما يفعلها هذا الشخص, إذن يجب أن نضيف للفعل S. يجب أن نضيف للأفعال في هذه الحالة S لأنها أفعال تعبر عن عادات أو أفعال متكررة دائما. He works from 9 to 5:30 every day. كل يوم يعمل من 9 to 5:30. He always دائما wears a suit and a tie for work. الأفعال التي تعبر عن التكرار أو العادات المتكررة. إذا كان الفاعل he أو she أو it نضيف إلى الفعل s. وفي أفعال تانية نضيف لها es أو ies. ياريت ترجعوا لفيديو المضارع البسيط The Simple Present علشان تتعرفوا أكتر على تكوين الأفعال في زمن المضارع البسيط. يلا نكمل قراءة القطعة اللي معانا. He usually has lunch at his office at 1 o'clock. He usually has lunch at his office at 1 o'clock. بمعنى عادة Mr. Richard يتناول غداءه في مكتبه الساعة 1. طيب he usually يعني عادة. ممكن نسمعها usually ما فيش أي مشكلة الاثنين صح. He usually has ده verb to have في زمن المضارع البسيط. verb to have اتكلمنا عنه قبل كده هو فعل غير منتظم فشكله بيكون مختلف شوية يعني مش فعل أساسي وبنضيف له s لا هو شكله بيتغير تماما. He usually has lunch at his office يعني مكتب at 1 هنا 1 a.m. or p.m. طبعا الواحد ده أكيد بعد الظهر بيبدأ شغله 9 صباحا يعني الساعة 1 دي بعد الظهر. إذن 1 p.m. الواحدة مساء أو بعد الظهر. نقول الجملة تاني. He usually has lunch. ناخد بالنا the ch تنطق ch lunch. He usually has lunch at his office. He usually has lunch at his office at 1 p.m. At 1 الساعة يجب أن نستخدم قبلها حرف الجر at في تمام الساعة الواحدة. قولوا معايا He usually has lunch at his office at 1 p.m.
he usually has lunch at his office at 1 p.m. He arrives home at about 7 in the evening and he reads to his children before they go to bed. الجملة طويلة شوية معلش نقرأها تاني. He arrives home at about 7 in the evening and he reads to his children before they go to bed. طيب ناخدها واحدة واحدة. He تعود لمين؟ He طبعا Richard. He arrives ده الفعل. Arrive أضفنا لي S. اتفقنا إن دي عادات أو روتين يومي متكرر. He arrives home. He arrives home. شايفين قلنا الكلام ده الحلقة اللي فاتت. كلمة home لا يأتي قبلها أي حرف جر. To go home. He arrives home. أو he returned home. وهكذا. Home لا يأتي قبلها حرف جر. على طول نقول he arrives home. He arrives home at أهي قبل الساعة at about 7 يعني حوالي about تعني حوالي at about حرف T قبله حرف متحرك وبعده حرف متحرك the T تنطق flap T D خفيفة at about وهنا كمان في صوتين هنربطهم ببعض he and arrive قولوا الفعل معايا arrive he آخرها e وهنا حرف تاني متحرك a يجب أن نربط الحروف المتحركة ببعض بإضافة y خفيفة في النص he arrives home at about He arrives home at about 7 in the evening. In the evening. ليه نطقنا أداة التعريف the وليست the؟ لأن كلمة evening تبدأ بحرف متحرك e. إذن أداة التعريف يجب أن تنطق the evening. طيب E vowel E تانية vowel هنضيف Y صوت ي أو صوت Y خفيف بين الكلمتين ونقول The evening He arrives home at about 7 in the evening كويس هنا we have a comma إيه وظيفة الكومة؟ الكومة هنا أتت قبل and يعني هي بتقسم الجملة لجزئين أوكي؟ الجزء الأول طبعا مرتبط بالجزء الثاني الجزء الثاني هو تكملة الجزء الأول هنا جملة He arrives home at about 7 in the evening ثم and اللي هي أداة ربط أداة ربط بتربط بين مين ومين بتربط بين الجملة اللي بعدها والجملة اللي قبلها and ممكن تربط جملتين He arrives home at about 7 in the evening, comma, هنوقف وقفة خفيفة. ليست مثل النقطة، مش زي الفول ستوب في نهاية الجملة بوقف كلام تماماً. أما الكاما فإحنا بنقف وقفة خفيفة، بنوقفش كتير. طيب. He arrives home at about 7 in the evening and He reads to his children before they go to bed. نبدأ الجزء الثاني من الجملة ونشوف هنقوله ازاي. And he Richard جملة تانية هي جديدة بس لم نبدأها بحرف كبير أو capital letter لأنها في وسط جملة قبلها. He الفاعل reads the verb subject verb reads آخرها s لأن الفاعل he ودي عادة متكررة he reads to هو يقرأ to his children لأطفاله before they go to bed يعني قبل أن يذهبوا إلى النوم he reads to his children before they go to bed
نقولها بقى كده أسرع. He reads to his children. Children كلمة جمع. جمع ولكنها كلمة غير منتظمة أو شاذة. المفرد منها طبعا child، طفل واحد. He reads to his children before they go to bed. اكتبها هنا كده go to bed. هنا we have a vowel go ثم t ثم another vowel. إذن ال t ما بين حرفين متحركين يجب أن ننطقها flap t before they go to go to bed go to bed before they go to bed before they go to bed bed السرير. Before they go to bed يعني قبل أن يذهبوا للنوم. To go to bed ده تعبير معناه يذهب لينام. ممكن بدل go to bed نقول before they go to sleep. Before they go to sleep قبل أن يذهبوا كي يناموا. He reads to his children before they go to bed. He reads to his children before they go to bed. He often feels very tired at the end of the day. He often. He, the subject. Often, the adverb. Often تعني غالبا. غالبا. Often feels. يشعر أو يحس. Feels آخرها S. الفاعل he أضفنا للفعل S علشان ده زمن المضارع البسيط. He often feels very tired. Tired يعني متعب أو مجهد. Feels very tired يعني يشعر بالتعب أو الإرهاق. At the end of the day. شايفين؟ The end زي بالضبط the evening. The evening كلمة evening تبدأ بحرف E. وأيضا كلمة end تبدأ بحرف E حرف متحرك وقبلها أداة التعريف the. إذا تنطق the end. The end هنربط الأصوات the end. The end of the day. شوفوا الفرق. The day. The day. The day. لم أقل the day غلط. The day غلط. يجب أن نقول the day. The end. The evening. He often feels very tired at the end of the day. He تنتهي ب vowel حرف متحرك. Often تبدأ ب vowel حرف متحرك. نربط الصوتين بوضع ي خفيفة. He often. He often. He often feels very tired at the end of the day. قولوا معايا. طبعا the T in often صامتة. بعض الناس بينطقوها مفيش مشكلة. Often. He often feels very tired at the end of the day. قولوا معايا. He often feels very tired at the end of the day. غالبا ما يشعر بالتعب في نهاية اليوم. أكيد زينا كلنا. وكده احنا انتهينا من شرح الفقرة. تعالوا نقرأها كاملة وشوفوا انتوا قيموا نفسكم قبل ما نشرح وبعد الشرح. وأنا هقرأ الفقرة مرتين. مرة باللهجة الأمريكية ومرة باللهجة البريطانية لأن في بعض المتابعين الأعزاء طلبوا مني أن أعمل كده. Richard is a businessman. He works from 9 o'clock to 5:30 every day. He always wears a suit and a tie for work. He usually has lunch at his office at 1 p.m. He arrives home at about 7 in the evening, and he reads to his children before they go to bed. He often feels very tired at the end of the day. ودلوقتي نسمع الفقرة باللهجة البريطانية. Richard is a businessman. He works from 9 to 5:30 every day. He always wears a suit
and a tie for work. He usually has lunch at his office at 1 p.m. He arrives home at about 7 in the evening. And he reads to his children before they go to bed. He often feels very tired at the end of the day. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بدأنا النهاردة مع بعض سلسلة تعلم القراءة باللغة الإنجليزية. أرجو تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. بليز لو بتشوفوني الأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، اضغطوا على زر الجرس، اختاروا all أو الكل علشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكراً.